لكن نحتاج حقيقة أن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو كيف أن الشيطان ينفر الناس من هذا الشيخ، فبعدما فشل أن يوقعه وأن يوقفه يلجأ إلى الطريقة الأخرى، وهي أن ينفر الطلب من الشيخ فقط، لا، وأن يوجد لهم مبررا في عدم حضور الدرس، ليس فقط أنه هرب أو انشغل قال والله أنا مقصر وكذا، لا، يعطيه مبررا لعدم حضور الدرس. وهذا في أصله الدعوة ماذا؟ دعوة من؟ من يعرف؟ نعم، هي دعوة الماسونية. دعوة الماسونية قائمة على ماذا؟ لا، هم لا يقولون إسقاط، يقولون تقزيم القدوات. فأي واحد تراه قدوة فبالتالي نبدأ ننتقده حتى يصغر، حتى يصغر، تقزيم القدوات. مين عندك عالم؟ عندي ابن تيمية، خذ عنده أخطاء 1، 2، 10، 20، شو السبب؟ دعوة ماسونية. من يستجاب لها؟ الجهلة من المسلمين. شو ترتب على ذلك؟ تقزيم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالتالي لا نعد نسمع له ولا نقرأ له. مين عندك؟ الشيخ سفيان. روح وين على الدار الشيخ سفيان؟ طبعا لا يمكن أن نقارن بشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نضرب المثال على أنفسنا. الشيخ سفيان، نعم يا أخي، عنده أخطاء 1، 2، 3، 4، كم خطأ؟ 1، هاي نزل، 2، 3، 4، 5، إيه؟ إلا إيش؟ بتصير تشوفه إيش؟ تقزيم القدوات، بحيث إنه ما أحد يستمع للمشايخ ولا يحضر دروسهم، وهم جعلوا من المسلمين أداة في أيديهم، جعلوا نفرا من المسلمين أداة في أيديهم بسبب جهل هؤلاء المسلمين. واختار الشيطان واختارت الماسونية أناسا عندهم ديانة واستقامة، ونحسبهم ولا نزكيهم على الله، لكن من حيث لا يدرون أصبحوا وسيلة وبأصابع من؟ الماسونية، تقزيم القدوات. مين عندك؟ الألباني. الألباني ولا يهمك، خذ عنده أخطاء. يا جماعة، قبل حوالي 30 سنة، وكنت يعني يدوب 20 أو أقل، وزع شريط تكفير جميع علماء المسلمين، شريط لم أنسه لغاية الآن، مع أنه الحمد لله اختفى. مين؟ ابن باز، شريط يكفر ابن باز. ابن عثيمين يكفر ابن عثيمين. الألباني يكفر الألباني. وا 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 وا. مين بدك عالم في ذاك الزمان قبل 30 سنة هو إيش؟ كافر. هذه دعوة ماذا؟ في أصلها دعوة ماسونية، لكن استجاب لها من؟ الجهل من المسلمين، فاعتبروها قربة إلى الله عز وجل. على كل حال، كلام طويل وأدركنا الوقت، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم.